لازم انه كشعوب عربيه احنا كاسم انه احنا وحده عربيه لازم نكون ايد واحده، لازم نوقف يعني اتجاه العدوان الصهيوني، لازم نوقف ضده، لازم يعني نعمل اشياء وخطط واستراتيجيات حتى نوقف هذا العدوان، نوقف هاي الظاهره اللي صارت يعني من خلقنا واحنا صغار نسمع في القضيه الفلسطينيه، لازم تنقضي هذه القضيه الفلسطينيه. كشعب اردني كشعب متعلم وشعب يعني عندنا معرفه، يعني اذا ما قدرنا نجاهد بانفسنا نجاهد يعني زي مالنا، يعني زي في جمعيات تعمل دائما كثير، جمعيات تعمل تدعم لغزه تدعم للقدس نفسها، برضو ما قدر ندفع مصاريه ندفع دعائنا، يعني نحن ندعي للشعب اخواننا الفلسطينيين في كل يعني في الاقصى. اول شيء احنا كشعوب عربيه اسلاميه يجب ان نكون يد واحده ونحارب الاستعمار، ومن اهم الوسائل اللي يجب ان نحارب الاستعمار فيها اللي هي اقتصاديا، لان اقتصاديا هو المحرك الاساسي للعالم، فيجب علينا كشعوب عربيه اسلاميه تكاتف في وجه هذا الاستعمار ومحارته اقتصاديا ومعنويا. وجبنا احنا كشعوب عربية انه هذا الاشي احنا ما نسكت عليه، والشعب العربي اجمع يعني انه يجمع لاشي معين او اشي يعني قرار حاسم انه احنا نرد هذا الاشي اللي قاعد بصير، وانه مش لازم يستمر، ونكون ايد واحدة ونكون يعني نردع هذا الاشي، والاقصى بشكل عام للأمة العربية والإسلامية كلها مش لشعب فلسطيني لحاله. مطلوب انه نوقف معاهم، يعني اقل ما فيها تبرعات او انه نوقف تضامنا، يعني نتظاهر او نعمل مسيره، يعني اذا احنا مش قادرين نساعدهم ونروح عندهم ونوقف معاهم اقل ما فيها نلم فلوس نقدر نساعدهم يرجعوا بيوتهم يعيشوا حياه كريمه. يعني احنا شعب واحد، يعني احنا مش شعبين، فمفروض يعني نحاول نتضامن معاهم اكثر من هيك. مطلوب من الشعوب العربيه والاسلاميه وقفه جاده، وقفه تامه. اذا بدك ترجع للتاريخ نرى الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني يزداد تطرفا نحو مسجد الاقصى. الاحتلال الصهيوني يستغل انشغال الامه سواء كان في العراق او في سوريا او في بعض البلدان العربيه كمان مثل اليمن. مطلوب من الموقف الرسمي مواقف الرسميه العربيه ان تتخذ مواقف كمان الشعبيه وتكون يد واحده وللضغط على اليمين المتطرف في إسرائيل. إحنا كشعب أردني والجار الأكبر ونمتلك الحدود الكبرى مع الدولة الصهيونية، يجب علينا أن يكون موقفنا غير المواقف العربية الأخرى، يجب علينا أن يكون موقفنا متميزا ومترابطا مع الموقف الشعبي. هناك غضب، يعني أنا أرى كثير من أصدقائي وأرى هنا الشعب يرفضون الموقف الرسمي الأردني. حتى من خلينا يعني نرجع للوراء شوي للخلف، في مقتل رائد زعيتر هناك ما كان موقف جاد من الحكومة الأردنية. تقدمنا شوي وشفنا شو صار من في المسجد الأقصى. الاحتلال الصهيوني أصبح لا يعني لا يحسب حساب ولا لا حتى على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي، لأنه المستوى الرسمي ما بأخذ برأي المستوى الشعبي. إحنا ككل كشعب العربي إنه مش بس المسجد الأقصى مش بس للفلسطينيين، يعني إحنا مطلوب منا كلنا ندافع عنه سواء عن طريق الإعلام، عن طريق إنه يعني بأي وسيلة لازم ندافع عنه بأي شكل من الأشكال. وكمان يعني إنه يعني كمطلوب منا كمسلمين إحنا ندافع عنه من أي اعتداء من الصهاينة من الإسرائيليين، لأنه واجب علينا كمسلمين. إحنا الشعب الأردني إحنا علاقتنا يعني تقريبا أكثر حدا من الدول العربية علاقتنا بفلسطين وبإسرائيل يعني أكثر إشي، فإحنا لنا دور كبير بأن ندافع عن المسجد الأقصى. أول إشي إحنا دورنا كشعوب عربية وشعوب إسلامية أولا إنه يعني نسعى جاهدين يعني في كل ما نملك من قوة إنه نوقف باتجاه يعني المسجد الأقصى، سواء يعني نشارك في أي فعالية بتتعلق بمسجد الأقصى، نشارك بأي حملة لترميم المسجد الأقصى، نشارك في أي يعني أي مؤسسة أو هيئة خيرية ممكن تتعلق في موضوع الأقصى. ثانيا موضوع الدعاء،
الموضوع الدعاء والتحرك السريع، يعني البقاء ساكتين، البقاء ساكتين عن قضية المسجد الأقصى، هذا معناه أنه إحنا يعني سلمنا اليهود واستسلمنا. يجب أن نشارك في أي شيء، نتحدث بين الناس عن الموضوع، ما نسكت أبدا، نحاول نسعى يعني كل ما أتينا من قوة بأي جهد بنقدر عليه أنه نكون واقفين ومستعدين دائما لخدمة المسجد الأقصى، كون إحنا يعني في أرض الحشد والرباط في الأردن، يعني بتحقق علينا واجب أكبر أكثر من غيرنا، كون المسجد الأقصى يعني قريب منا، فواجبنا إحنا كأردنيين يعني، ويعتبر أصلاً بطبيعة الحال إنه وصاية الأردن على المسجد الأقصى، فبذلك بتوجب علينا دور أكبر إنه يعني يكون في إلنا موقف حقيقي باتجاه المسجد الأقصى. بداية مطلوب منا كشعوب عربية وإسلامية أن نمحور هذه القضية، قضية الأقصى، وأن نجعل لها أساس، وأساس هذه القضية أول إشي نجعلها عقيدة، أي نعلم أن قضيتنا ليست قضية مثلاً وطنية أو كذا، لا، إنما الأقصى عقيدة وهو وقف إسلامي، يجب علينا أن نبرر هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، وزي ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن وجوب النصرة يتعدد إلى عدة أقسام، منها التضحية له بالنفس أو المال، يعني جهاد إما بالنفس أو بالمال أو بالكلمة، فمن استطاع أن نفير إلى ساحات الأقصى وأن يبذل دمه فليس ذلك برخيص من أجل المسجد الأقصى، وأما من استطاع أن يقدم في ذلك الأموال فليفعل، فأمواله التي تذهب للمجاهدين في صناعة صاروخ أو في صناعة طلقة تساهم في دحر العدو الصهيوني فهو من خير الجهاد، فإن لم يستطع فبكلمة. هذه الكلمة قد تنقسم إلى عدة أقسام، كلمتك مع صاحبك اللي في الجامعة تبين له شو بصير في المسجد الأقصى، أو بقصيدة أو بمقال، فهذا كله يصب في مصلحة نصرة الأقصى. المطلوب من الشعوب العربية صراحة هو التحرك على الصعيد الشعبي والرسمي من أجل دعم الفلسطينيين، وخاصة المسجد الأقصى المبارك والذي يعاني في هذه الفترة، يعني بفترة غير مسبوقة يعاني بإجراءات قمعية سواء داخل المسجد أو خارجه، والجميع شاهد أن المسجد الأقصى أغلق ولأول مرة منذ زمن طويل، منذ احتلاله من عام 1967. ما يجري هو جريمة تستحق التدخل من جميع الدول العربية، نرى تخاذل واضح سواء كان رسمي أو شعبي، الفلسطينيون وخصوصا يعني هو التخاذل ليس فقط عربي وإنما فلسطيني، يعني نجد بأن أبناء القدس هو وحدهم من يخوضون هذا الصراع. شاهدنا بالأمس عملية كانت وهي عملية نوعية دهس ثمن مستوطنين، هذا رد طبيعي بما يحصل في المسجد الأقصى المبارك. صراحة هناك تخاذل شعبي سواء عربي أو حتى فلسطيني. الشعب الأردني مطلوب منه الكثير، خصوصا أن نحن من نملك الوصاية التاريخية على المسجد الأقصى المبارك، حتى على مستوى الصعيد الرسمي لا نرى يعني لا نرى استنكار واضح لما يحدث في المسجد الأقصى، كله يعني ما يحدث هو تقريبا هو تبريد لمشاعر المواطنين، هي فقط مجرد يعني كلمات حتى نقلل نوعا ما من الغضب الشعبي. بما انه احنا شعوب عربية يعني المفروض كنا نوقف جنب المسجد الأقصى، مش بس حكي زي ما كثير بتعمل كثير قنوات فضائية سواء، والعرب كمان معهم، يعني احنا كشباب مثلا حلو نطلع مظاهرات، نوقف قدام السفارة، نعطي رأينا باللي بصير. لو الفيسبوك صار موقع تواصل اجتماعي، لو كل واحد كتب رأيه عبر، حتى تغيير الصورة الشخصية في ناس كثير يعني بيعتبروا انه اشي تافه نغير صورته وقف، لا، هيك احنا قاعدين نعمل قرار جماعي، وخصوصا انه هذا الموقع يعني بوصل فكرتنا لمسيحيين، كردين، اي شيء يعني ديانات تانية وشعوب تانية، ممكن تفهم راينا وتفهم اللي احنا بنحسه تجاه المسجد الاقصى. الشعب الاردني بعمره ما قصر، يعني احنا ما ننسى انه احنا اصلا انا مستشفى هناك في غزه، ودائما يعني كان الشعب الاردني داعمهم وصامدهم، بس كموقف يعني شباب غير بكون، يعني الختايره والصغار يمكن ما يقدروا يواجهوا الموقف، بس احنا شباب جامعه نعطي راينا، كلمتنا، نطلع مظاهره، يعني المظاهره ما راح تكون لا ضد الحكومه ولا ضد الشعب، بس مصر ولا فلسطين، انه نوريهم احنا مش ناسين قضيتنا.